العزيز والابوه بمساعدة وار عبد الرحمن وابا عليون والحكم الرابع وابونا النعبدي على أرضية ملعب شيخ أبيضية هذا المساء. من يكون صاحب التأشيرة الرابعة والضلع الأخير في نصف نهائي لكأس رئيس الجمهورية؟ الترشيحات وكيد تسوف في مصلحة فريق تفرق زينة بحكم الحنكة والخبرة بحكم حامي لقب إلان عرضية، والكرة تبعد من الدفاع. تفرق زينة يبدو مبكرا، والمستوى الذي قدمه فريق تفرق زينة هذا الموسم أكيد يجعله الأبرز والأفضل حتى الآن. الكرة ممتازة خطيرة خطيرة والهدف الأول جول. تفرق زينة يضرب بقوة بالمليان. لقاء جمع بين الفريقين انتهى بالتعادل الإيجابي هدفين. يا سلام أمرا، الدفاع كان خارج نطاق الخدمة. الكرة تعود من جديد لعناصر فريق تفرق زينة. انطلاقة عبد الشماد، البحث عن من على مرا، خطيرة خطيرة الثانية قريبة. أمرا يصطدم ببابا والكرة فيها خطأ لعناصر فريق الجيش الوطني. حماد جاي، حماد جاي، كرة ثابتة لفريق تفرق زينة. حماد يتقدم، حماد يسدد كرة وبابي بابا بابا يتمكن من هذه الكرة. محمد محمود مازال خطيرة 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 خطيرة، محمد محمود ممتازة خطيرة. الكرة عرضية وتبعد من عبد الشماد. الكرة ثابتة ترفع لين خطيرة ناموري جاو، ممتاز ناموري. الخروج في الوقت المناسب لناموري جاو سجله أمرا فقيقو منذ الدقائق الأولى. ألقاكم في شوط المباراة الثاني. عليا بكرة في التحرك يلعب الكرة ممتازة خطيرة. تعديل حسنا ضيع الفرصة. حسنا لمحمد محمود، محمد محمود خطيرة تسديدة. البحث عن التعادل، عن عودة صوت الجيش. كرة ممتازة خطيرة بالراس، ما تزالت عليا وسدد كرة. نفسك وإما لن تجد المنقذ. الكرة من جديد فريق الجيش الوطني. محمد محمود بالتحرك، السلام خطيرة 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 خطيرة. لا 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 يا محمد محمود، لا يا محمد محمود، الزغاريد في المدرجات وتطرق الطبول. إلى المالي يبحث عن ماله لا مالي. الكرة في انطلاق، مازال في التمرير. السلام خطير، لا لا القاتلة القاضية. لا 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 ضاعت الفرصة على فريق تفرق زينة. ديمبا في التحرك في التقدم إلى حماد جاي، حماد جاي خطيرة 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 والتسديد وبابا حين كثيرة. شيخ الحطاب لأمرا، أمرا هذه مؤامرة قد تكون على دفاعات فريق الجيش. وعرضية وخطيرة، مازال سوتي داودا إلى ركنية زينة بهدف مقابل لا شيء، والتأهل إلى النصف النهائي لملاقاة فريق الشرطة الوطنية. تقبلوا تحيات المختار السباعي وتحيات الزملاء وفي إخراج يوغا.